ويمكن النهارده احنا بنتكلم عن درة التاج، بنتكلم على فرع جديد للنادي الاهلي في القاهره الجديده، لكن ده ما ينفيش انه حركه التطوير في الاهلي على مستوى الافرع كلها يمكن حصلت مش بس في السنوات الاخيره، خليني اقول بشكل كبير في الثمان سنين او في ست سنين الاخيره. معانا واحد من كتيبه العمل اللي حط الرؤيه وحلمه وكانوا شاهد على تحقيق الحلم ده النهارده في حفل افتتاح الاهلي نيو كايرو، استاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي معانا النهارده، نبارك له ونرحب بيه. اهلا بيك على شاشه الاهلي ومبروك يا استاذ طارق. اهلا بحضراتكم، يعني لينا شرف، يوم جميل ده، يوم من ايام الاهلاويه اللي هتكتب في التاريخ، يعني افتتاح الفرع الرابع للنادي الاهلي في القاهره الجديده ده يوم تاريخي بالنسبه لينا كلنا. يعني استاذ طارق خليني كمان بجانب طبعا حضرتك عضو مجلس اداره، حضرتك المشرف على يعني لجنه العضويات، واحنا نفسنا كنا بنتسائل في الشارع يا جماعه نشترك ازاي، يا جماعه الاشتراكات قد ايه مقدارها، طيب احنا نلاقي فين، يعني مين يقول لنا ان احنا يعني ازاي الطرق للاشتراك للتسجيل، الحاجات دي كلها كنا بنتسائلها في الشوارع. اكيد حضرتك كان كل الاستفسارات دي بتتسائلها وضغط كبير جدا، وما شاء الله اعضاء او راغبين في فكره هنا الاشتراك بشكل كبير جدا، خلينا نعرف ده وحضرتك تنقل لنا الصوره بشكل يعني عملي. اقول لحضرتك يعني طبعا في الفتره الاخيره كم اقبال غير مسبوق صحيح على عضويه نادي الاهلي فرع التجمع الخامس، لاكثر من سبب، للانشاءات اللي موجوده جوه النادي وكم الخدمات اللي تم تصويرها وتفضلت القناه والمواقع عندنا طلعوها، زائد اللي اضيف في كلمه الكابتن محمود الخطيب وهو اعلن عن افتتاح الفرع، فالناس شافوا صور كتير وحاجات للفرع. زائد حضرتك كان قريب اقتراح من كابتن محمود الخطيب اعمل لجنه عضويه في فرع القاهره الجديده، فرع التجمع الخامس. نعمل لجنه عضويه في فرع التجمع، ما فيش حاجه حصلت. لا لا، بسيطه بسيطه، ده بالحسد بس عشان الفرع النهارده يعني. ففرع ان بكمل عضواته واقبال فرع التجمع الخامس خلانا نعمل لجنه قريب، كان خلال الاسبوع اللي فات جوه الفرع نفسه. احنا في غالب اللجان العضويه بنعملها في المقر في الجزيره، عملنا لجنه هنا، كان الفرع مزدحم وطلبات الادويه كانت يعني مش عايز اقول اعداد معينه لكن كانت كبيره جدا. ما زال الباب مفتوح لغايه دلوقتي؟ ما زال الباب مفتوح من وقتها، احنا تقريبا شبه يوميا بنعمل لجنه عضويه. والاقبال غير طبيعي، برضو من ضمن الاسباب ان طبيعي بالنسبه للفرع وما يشهده من انشاءات وانفاق جامد جدا وخدمات هيعلى قيمه الانشاء فيه، يعني هو حاليا رسوم العضويه اللي هي لو حضرتك جاي تتفضل وتشترك في فرع التجمع تقريبا ليها رقم 285,000 جنيه حاليا، هيعلى الرقم ده قريب جدا لاكثر من كده طبعا. في ديدلاين يا استاذ طارق؟ المفترض ان هيكون في غضون فتره قليله. طب انا غير العضويات حابب اسالك عن اليوم اللي فكرتوا او حلمتوا فيه او قررتوا فيه انكم تشتغلوا على فرع رابع للنادي الاهلي، واحد دي اخترتوا المكان ده. هقول لحضرتك، هو في حاجه الاول انا بفخر بيها كعضو في مجلس اداره يراسه كابتن محمود الخطيب، ان احنا دي تاني دوره لينا. لو حضرتك استعرضت على مدار الدورات اللي قبل كده والفروع اللي تم افتتاحها هتلاقي حضرتك ان كل فرع بيبقى يعني عباره عن مجلس بيبداوا ويعمل فيه شغل ويجي مجلس يستكمل. الحمد لله، يعني دي حاجه وسام لينا، شرف لينا كاهلاويه وكاعضاء في مجلس اداره النادي الاهلي، ان فكره الفرع وافتتاحه افتتاح الفرع وانشاءات الفرع وافتتاحه تم في دورتين اللي هو فروم اي تو زي زي ما بيقول بالظبط كده في عهد مجلس كابتن محمود خطيب، ودي حاجه فكره كانت موجوده من ايام مجلس كابتن المهندس محمود طاهر، كانت الفكره موجوده. الجميع عارف ان كان في موضوع الارض وغيرنا الارض والكلام ده والموقع، بحيث الحمد لله بقى الموقع الجميل ده بلا اي مشاكل تبقى للنادي، وبدا الشغل على قدم وساق في الفرع ده. كتيبه عمل غير طبيعيه قامت بمجهود هنا جامد جدا بالاشتراك مع
الهيئات المختصة في القوات المسلحة. أيوة. شغل جامد جدا، وبرضه كان بيديره بحرفية يعني طبعا كابتن محمود الخطيب. أنا بس كمان اللي لافت نظري أكيد ونظرنا جميعا فكرة أن كل فرع بيفتتح هو بيكون فرع أنجح يمكن كمان من اللي قبليه، والأعداد اللي بتبقى راغبة في الاشتراك بتبقى كمان أعداد متزايدة دايما، يعني ما فيش حتة أن الناس بتكتفي بفرع أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة. أنا بشعر أن الناس بالعكس عايزة مزيد ومزيد من الأفرع كمان، ده بتفسره بإيه برضو أستاذ طارق؟ هقول حاجة مبدئيا، ده ما بيغيبش عننا كل الفروع. احنا عندنا المقر اللي هو بيوصف في اللايحه وفي العرف بتاعنا كله المقر اللي هو الجزيره طبعا. والفروع مدينه نصر بيعمل زي المقر في الاشتراكات وكل حاجه، والشيخ زايد والوليد الجديد اللي هو التجمع الخامس اللي هو فرع القاهره الجديده يعني. احنا الحمد لله مجلس كابتن محمود الخطيب على مدار الدورتين دول اتعمل شغل جامد جدا في فرع مدينه نصر، الجراج وحاجات كتيره جدا غير طبيعيه الحمد لله تمكننا. كان على مدار سنين كان بقى في مشاكل فيها مترتبطه بتصاريح وخلافه، اتعمل كم خدمات وانشاءات جوه فرع مدينه نصر. فرع الشيخ زايد مجتهدين من الدوره اللي فاتت وهيكمل قريب ان شاء الله. احنا على طول اول باول بنشوف يعني كبيرة عمليه تطوير كبيره، مقطع منه جزء للاستاد والباقي كله لل ايوه، فكله يعني كله بالنسبه لينا على قدم يعني على قدر المساواه. مظبوط. كنادي اهلي أيوه. الفكره لما بيكون فرع جديد اما بتيجي تبدا في انشاءاته طبيعي ان بيبقى فيه تحديث في حاجات طبعا كتيره، فهو أكيد ده الطبيعي اللي موجود هنا، وبيختلف حسب الاماكن برضو نوعيه التسهيلات اللي موجوده. صحيح. في الخدمات. طب خليني زي ما بنقول كده في الاهلي، الاهلي يوم ما بيكسب بطوله بيقفل الملف يفرح في نفس اليوم، ويقفل الملف ويبص على البطوله اللي بعدها. جمهور نادي الاهلي بيسال الملف الاكثر اولويه بعد افتتاح فرع القاهره الجديده هيكون ملف الاستاد ولا في ملفات تانية؟ بص حضرتك يعني زي ما حضرتك تفضلت، طبيعتنا كنادي اهلي هم حاجتين زي ما حضرتك بتقول، ان النهارده كسبنا في حاجه تاني يوم خلاص مفيش انتهينا. أيوه. لازم انجاز كبير، الاهلاوي متربي على كده. نفس الحكايه كمان في حته فريق العمل اللي بيشتغل، النجم عندنا دايما في الملعب او مجلس اداره هو الفريق. هو دايما ان كلنا بنشتغل كتيمور، فبناء على كده برضو في خطوات الحمد لله معمولة الشركة بتاعت اللي هي متعلقة بالإنشاءات عشان الاستاد. أيوة. وفي خطوات جدية بتتعمل، وإن شاء الله يعني إن شاء الله هترى النور طبعا يعني إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. أستاذ طارق قبل ما نختم برضو مع حضرتك، أنا عارفة خلاص يعني دقائق قليلة بتفصلنا إن شاء الله على بداية الحفل النهاردة، وزي ما كنا بننوه في البداية عندنا أنا وأحمد برضو النهاردة في مفاجآت كتيرة جدا بإذن الله في حفل الافتتاح، لكن خلينا نطمن لأن ناس كتيرة بتسأل عن الأكاديميات وعن قطاع الناشئين، وإحنا يعني شاهدنا في الفترة الأخيرة في برضو كوادر أهلاوية كانت في الخارج زي كابتن بدر، و فكرة ان انا لسه يعني عندي الرغبة ان انا اضم ابناء النادي الاهلي واستفيد بخبراتهم واطور هذا الجزء او الجزء الاساسي زي ما بتقال ده المصنع الاساسي هو قاعدة الناشئين، نقطة مهمة خلينا برضو نطمن من حضرتك. ده جزء كبير من العمل اللي هو مفاضة به لجنة التخطيط لكرة القدم وعلى رأسها كابتن محمود الخطيب، ان ما بتكتفيش بالانجازات اللي بتحقق وفي نفس الوقت عندك تخطيط دايما للمستقبل للنادي الاهلي، لان لن ينضب حته ان انت دايما متطلع لبطولات. صحيح. فبالتالي قطاع الناشئين بيكتسب جزء كبير من الاولويه والاهتمام من مجلس الاداره ومن لجنه التخطيط اللي مفاضه من قبل المجلس. فطبعا زي ما حضرتك تفضلت، لا في اهتمام بيه غير طبيعي، ودليل على كده ان في تجديد تاني جديد بقياده كابتن بدر رجب. فعمر الكلام ده ما بيغيب عن اولاد، واحنا بنتكلم وكابتن بيبو اهو خالد بيبو معدي بالصدفه على حس قطاع الناشئين على حس قطاع الناشئين. صحيح. مبروك يا استاذ طارق، الف مبروك انت وكل مجلس اداره. الحقيقه يمكن طفره على جميع المستويات الحقيقه، مش بس الفرحه بافتتاح فرع جديد، لكن الحقيقه لمسات التطوير كمان اللي شهدتها المقر الرئيسي في الجزيره والافرع سواء مدينه نصر او الشيخ زايد ملموسه ومقدره، وان شاء الله مستنيين منكم كتير في الوقت اللي جاي. مبروك مش لكل الاهلاوي بس، لكل المصريين، لان النادي الاهلي ده عنوان من عناوين مصر. اكيد. فمبروك لكل المصريين افتتاح الصفحه. مبروك علينا جميعا. شكرا ليكم استاذ طارق. شكرا ليكم، تستمتع طبعا اكيد. لسه مستمره مع حضراتكم، خليكم معانا.